ولا احكي مع حدا حترحمني شوي رح اموت. بعد هيك تروق. الله يرضى عليكم، بدي اياكم تسهلوا لي شوي لانه جايين ضيوف. ولا يهمك يا مدام، بس هلا شو قصة هالضيوف؟ هلا مالك شايفتينا غرقانين بالشغل لقرايت اداننا؟ ان شاء الله بفرح فيكم، هدول مو ضيوف عاديين، هدول خطيب سمر واهله، بقى اعملوا لي همه الله يرضى عليكم. يا لطيف يا لطيف على الحظ. اخس يا زكي، لكن اللي ما له حظ لا يتعب ولا يعيش. يا اخي خير شفي؟ لك شلون شوفي؟ مالك سمعان باذنك؟ هلا جايين يخطبوا سمر. وين المشكله يعني؟ لك شو وين عايش انت؟ ما شفتني اول ما شفتها لسمر حبيت انا. شو بدي اعمل؟ ولا يهمك، اللي له نصيب بشغله رح ياخذ هذا النصيب، اللي ما له نصيب بشغله ما رح ياخذ هذا النصيب. الله حياك ابو زيك، وقفتك معي هي ما رح انسى لك اياها طول عمري. ابو الدراويش ولا يهمك، لا تعكل هم، اطلع لقلك وروح يمين يمين، روح يسار يسار، لا تعكل هم، اتكل على الله. يلا لك بس ديه. يلا هدي لي حالك ابو الدراويش، هونها بتصعب وصعبها بتهون. يا ريت يا زكي يا ريت، حسيت بك على الدنيا واحد مسك خنجر وطعني فيه بصدري. يا رجل واحد حلم حياته عم ينشل على مرأة من عينه، ولمين؟ لواحد بخيل وغليظ ودبار حجن. يا رجل معك حق، الواحد عم بيشوف العصفور عم بيطير من بين ايديه وعشر على الشجرة ما عم يعملوا شي. يا ريت وقفت على هيك. زكي يا سباع البر حومي، اشربي ولا تعومي. اخي لكل حادث حديث. الله حياك ابو زيك. دايم يا اختي مدرويش. صحتين والف هنا. وين قاعدين؟ الاخ مشغول، نحن رايحين على المكتب بيلحقينا لهنيك. ايه لا تنسي. لا لا ان شاء الله ما بطول، هلا بلحقكم. يلا الله معكم، مع السلامه. الله يسلمك. امي مين هذا اللي جاي مع الانكل طيفور؟ هذا موظف احصاء. احصاء شو امي؟ امي هدول كل كم يوم بيجوا على البيت مشان يحصوا البيت. جبلي وجبلي يا ماما، جبلي حلق الالماس ريتو يلبق لي. جبلي وجبلي يا ماما، جبلي حلق الالماس ريتو يلبق لي. ايه حكيتو شي؟ لا والله. ناقشتو شي؟ لا والله. حكيتو شي؟ لا والله. ناقشتو شي؟ لا والله. وانا لعنده. يا اهلا وسهلا بام رادو ابو رادو. يا اهلا وسهلا. امي ما حليكم ادهان غير اليوم؟ معقوله يعني؟ ما تاخذينا اختي ام راديو، يعني نحن ما انا فاضيين كل وقت. يعني اخي ابو راديو نحن صاير علينا عجقه كثير بهالايام. تفضلوا تفضلوا يا جماعه، يا ميت اهلا وسهلا. تفضلوا ميت اهلا وسهلا، شرفوا. تفضلوا. شرف شرف اخي. اهلا وسهلا، تفضلوا يا جماعه. عن إذن كل نادي لسمر. شرف تفضل أخي زكي، ارتاح تفضل. شو فايت على خان انت وياه؟ ما بتعرفوا انه العالم مستويات؟ ولا زكي شو فايت على خان انت؟ لك ما بتعرف انه العالم مستويات؟ شرف تفضل لبرا. يعني انا كان فكري انه اكل لي كاش شاي وسندويشه. ايه بسيط، خذ المشط وطلع على برا. يلا قوام سبقني على الشغل، روح. معليش اخي ابو فيديو، الله يخلي لك هالانطين وهالساتلايت، ما شاء الله مجموعه انتو. بالنسبه لاخي زكي يعني بدك ما تاخذوا على نياته، يعني بدكم تاخذوه على قد عقله. تفضلوا ارتاحوا وخذوا راحتكم هون، هذا بيتكم. ابو رادو قتلنا بريحه الدهان. شو قعدك هون يا قليل الذوق؟ قوم لشغلك، قوم تحرك. يعني ما تأخذوني، أنا بالنسبة إلي كان بودي إني أقعد معكم أكثر من هيك، بس يعني الشغلة فوق راسنا. بالإذن. يا ميت أهلا وسهلا، نورتوا. أهلا وسهلا أختي أم سمر، نحن ما عندنا وقت، أبو رادو ترك ميت شغلة وإجا مشان نفصل النقد. ايه اختي، شو بتريدوا متقدم وشو بتريدوا متاخر؟ الحقيقه بالنسبه للمتقدم ما بدنا شيء، بس المتاخر مليون ليره. لا لا لا، مليون كثير كثير.
نظام ام سمر بيقول لك معلمي درويش اناني النفط وين حاطيهم؟ بالمطبخ بالمطبخ. درويش قال الاناني بالمطبخ موجودين جوا. اسمع اقول لك وحده وتعا جيبها لعند امي عواب. يلا جاي. شو مانك شايف يا قليل الذوق؟ لا تواخذيني مضام، يعني مو بقصدي بنوب يستر عرضك، لا تواخذيني يا حيوان. شو مالك شايف؟ ضربك العمى لك هذا الطعم حقه 100,000. وقف عندك حاجات مع بيع. انت عرفان مع مين عم تحكي يا سيد؟ هذا شغيلي، واللي بيهين كرامة شغيلي بيكون اهان كرامتي انا شخصيا. لك نحن من اول ما جيتوا عم نداريكم وبكل ادب واحترام عم نعاملكم يا ام راديو ويا ابو راديو، ومحترمين مواجهتكم، قصدي مجدكم. عم تقول له يا حيوان؟ بس يا اخي. لا اخي ولا مخي. اوعك بتربق الدنيا فوق راسكم اذا ما بتكون بادبك. يا معلم اذا سمحت. خلاص انت عم طير؟ خلاص؟ بس 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 اسكت ولا حرف، ما تحكي ولا كلمة. لب احكي لشوف شو بدك تقول. تفضل قول يا معلم درويش. شغيلك المحترم نقط على طقم المدام. معقول الحكي؟ ورجيل لشو؟ لا هلا اختلف الحكي. بلاستيكية؟ ليش هيك عم تنقط؟ شو عمل فيها؟ على كل حسابك بعدين انت. يلا روح جيب انين تنظف. يلا روح. حاضر. طبعا عفوا ما تاخذينا اختي مرادو. روحوا روحوا شوفوا شغلكم. انا بتصرف. عفوا مدام كل شيء انكسر نحن اللي بنصلحه. نفط هات النفط. روح جيب لي شيء ممسح. روح ولا لك تعال هي ممسحة. بعد اذنك امراض رح ناخذ ممسحة. بدي رجلك. بدي زد ولا لك شو انت ما بتفهم هيك بكب النفط؟ لك شبك خلص كل واحد يبهدلني. انت اللي حالك اللي ما بتفهم. كلكم ما بتفهموا. عم ترد بوشي جواب لك يا زكية. سمعت بعينك يا ابو رادو. لك اذا ما بحبي هالسطل.